هل الغسل وقص الأظافر ومشط الشعر قبل الإحرام بالعمرة أو الحج واجب؟ أفيدونا أفادكم الله. هذه الأمور قبل الإحرام ليست واجبة، قص الأظافر والغسل قبل الإحرام والتطيب هذه أمور مستحبة للتهيؤ للإحرام، وتفعل حسب الحاجة. إذا كانت الأظافر طويلة فإنه يستحب قصها قبل الإحرام، لأن المحرم ممنوع من قص أظفاره وقت الإحرام، فهو يقصها قبل الإحرام من أجل أن يستغني عن ذلك وقت الإحرام. وكذلك إذا كان شاربه طويلا فإنه يستحب أن يقصه قبل الإحرام من أجل أن يتجمل للإحرام والعبادة، ومن أجل أن لا يحتاج إلى قصه وهو محرم وهو ممنوع من ذلك. وكذلك الاغتسال لأجل قطع الرائحة الكريهة والعرق وآثار السفر واستقبال الإحرام بنظافة، هذا مستحب وليس هو بواجب. نعم، بارك الله فيكم.